في هذه الحلقة عن تجربتها مع عالم التدوين، عن متابعتها ومشاركتها في الثورة التونسية سواء على الأرض أو حتى عبر الإنترنت، وكذلك عن الرقابة تحت نظام بن علي. وننهي هذه الحلقة بحديثنا عن تونس اليوم وعن مستقبل البلاد عبر أعين ليلى بن مهني، فكونوا على الموعد. ضيف ومسيرة على فرانس 24 وفرانس24.com. أربعة أسابيع هي المهلة القصوى التي حددها الرئيس الموريتاني من أجل إطلاق حوار وطني دعا كافة الطيف السياسي للمشاركة فيه بما في ذلك المعارضة الراديكالية، ولكن الحوار